19. يا نهار اسود، حرب مسلحه. مصر هتحارب بعد 6 شهور؟ اعتبرني كذاب، خد كلامي ورميه البحر، ما تصدقوش دلوقتي. هنحارب مين؟ هنحارب الارهاب في ليبيا. عندنا حرب في ليبيا بعد 6 شهور. سلاح وجنود وحرب زي 73 كده. بعد 6 شهور ان شاء الله. الكلام ده شهر 9 اللي فات. توفيق عكاشة، احنا عارفين ان علاقه توفيق عكاشة الوثيقه بتاع عبد الفتاح السيسي بالمخابرات الحربيه، ولما اتكلم ان في حرب بعد 6 شهور، اعتقد من شهر 9، من 9 ل 12 3 شهور، ودلوقتي احنا في شهر فبراير 5 اشهر، واحنا على وشك الشهر السادس. يعني الناس دي ما بتهزرش، بس كانت عايزه ذريعه، عايزه حجه، عايزه حجه قدام الشعب المصري علشان تروح تضرب في اهالينا العزل المسلمين العرب جيراننا اهلنا في ليبيا، اهلنا اللي اكتر من 2 مليون مصري بيشتغلوا هناك، اللي المصريين بيعرفوا ليبيا زي ما بيعرفوا القاهره، المصريين بيعرفوا